بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيوة ناني تقدم لكم اليوم صوص البيتزا أو صلصة البيتزا. ما غاديش نكذب إلا قلت لكم أن أحسن من ديال المطاعم، لذيذة وزوينة متماسكة وكذلك ناعمة. يلا كتلاحظوا قوامها كتير ناعمة، وغادي نشرح لكم فيها السر ديال هاد النعومة وكذلك ديال هاد الطعم اللي كيكون فيها زوين. انا ما جيتش وقدمتها هكاك، حتى طلبوها مني شي بنات فشافوا البيتزا السريعة او بيتزا 6 دقائق وشافوا الصلصة. انا شرحت غير قلت صلصة البيتزا لكن ما حددتش مقاديرها فسولوني عليها، لذلك قررت اليوم نشرحها لكم ونوضح لكم طريقتها. بقاو معايا وغادي تشوفوا الطريقة ونشرحها بالتفصيل. نبدا على بركة الله بالمقادير. عندنا 2 طماطم كبيرة مع بصلة متوسطة مقطعة و 4 فصوص ثوم. عندنا 3 ملاعق كبيرة من مركز الطماطم صلصة الطماطم. عندنا ملعقة كبيرة من مزيج بين الزعتر والحبق أو ريحان مجفف والأوريغانو يعني فليو. عندنا ملعقة في المجموع ملعقة كبيرة. بالنسبة للتوابل عندنا ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو، ملح، عندنا نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، عندنا ربع ملعقة صغيرة من الكمون، عندنا نصف ملعقة صغيرة من الكركم، زيت الزيتون طبعا، عندنا ملعقة كبيرة من السكر، وعندنا ملعقة صغيرة ونصف من النشا. غناخدو هاد المقادير كلها غادي نحطوها هنايا وغادي نطحنوها مزيان ونفروها في شي طنجرة ونحطوها فوق النار ونتلاقاو من بعد. بعد ما طحنا مطيشة والبصلة والثومة غادي نحطيهم فرغناهم هنا في هذه الطنجرة هذه، وغادي نحطهم فوق نار متوسطة نديرو شوية الزيت ماشي بزاف، لأن ديرو حسابكم أن البيتزا منين غادي تصوروها غادي تزيدو الزيت. غادي نديرو التوابل كلها، نبدأ نصف المطر نخلطه نبدأ شوية ديال الماء ونغطيو عليها ونخليوها طيب. أو نحركو مزيان مدة الطهي عموما كتتراوح بين 20 دقيقة على نار متوسطة، وطبعا أقل إذا كانت النار قوية. هي بدات كتعقد، نخليها واحد شوية وعاد نضيفو باقي المكونات. طبعا بحال كدوقو الملح وداكشي كتشوفو إلا خاصة شي حاجة شي تابل من التوابل أولا شي حاجة كتزيدو. هنا خديت كاس فيه تقريبا 2 المعالق كبار أو 3 ديال الماء، غادي نضيف ليه ديك النشا معلقة ونص، نحركها مزيان ونحركها ندوبها ونضيفها هنا وغادي نزيد السكر معلقة كبيرة ونحرك. غير تجيب الغلية
صافي و نبعدوها على النار. صافي ها هي غلات تماما، نطفي عليها. اخر حاجه اخر حاجه تضيفوا هي هاد المزيج ديال الاعشاب، لان كيعطي النكهه ديالو بعيد من النار، يعني ما كنحطوهمش غلا ويطيبوا. افضل شيء تحطوه في التالي ديال الوصفه باش كيعطيو نسمه اقوى. صافي ها هي دابا جاهزه، غادي نخليوها تبرد مزيان، واما نحطوها في اكياس ونجمدوها حتى لوقت الحاجه، ولا غادي نخليوها الا كنا غادي نستخدموها في خلال اسبوع غادي نحطوها في الثلاجه بالحق في علب فيها كميات بسيطه باش ما نبقاوش نحلو عليها كل ساعه. الا لاحظتوا ها نتوما شوفوا كي دايره بحال ديال القرايه. حتى ريحه زوينه. هانتوما كتشوفوا ها هي الصلصه ديالنا واجده. شوفوا القوام ديالها كي داير، ها شوفوا تخينه وفي نفس الوقت ناعمه، يعني ما معزولش الزيت الفوق والسوائل في جهه. هذه هي الفائده ديال والدور ديال النشا، انه كيخليها لينا ناعمه ومتماسكه وبحال يعني كيربطها مع بعضها. بالنسبه لطريقه حفظها في المجمد، يعني اما كندير هكا علب هادو، هاد العلب هادو راه ديال الفريكو ديال المجمد، كديروا فيهم المقاسات اللي بغيتو وكتسدوهم وكتدخلوهم، اولا كتاخذوا الاكياس، هذا كيس ديال المجمد عادي، كتعمروه بالمقدار اللي غادي ديرو وكتشدوه بهاد المقابط هادو، اولا كتشدوهم بهذا المقابط العاديين. المهم كتجمعوا المقدار لتحت، منين كنوقفوهم في المجمد كنحاولوا نديروا لهم هكا هكا شي على شي وتثبتوهم شي حاجه حتى كيجمدوا عاد باش كنحلوهم وكنبرموهم. ها هما الاكياس اللي عمرت بالصلصه بعد ما تجمدوا، نديروا هكا وكنرتبوهم في المجمد بهذا الشكل هذا.